السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ومكملين معاكم في الجزء الثاني من الأهلي ليلة وفقرة حوارية فنية نتكلم فيها في الأمور الفنية الخاصة بمباراة المقاولون العرب والنادي الأهلي إن شاء الله، في المباراة اللي بإذن الله تعالى نتمناها تكون حاسمة للقب الدوري العام رقم 41 في تاريخ النادي الأهلي. وأيضا هنتكلم على البطولة الأفريقية، أنا عارف إن الكلام في البطولة الأفريقية بقى كتير، لكن لازم نستغل وجود نجومنا اللي بيكونوا مشرفينا ومنورنا في الاستوديو علشان نعرف منهم الانطباع من البطولة الأفريقية ونسألهم بعض الأسئلة الفنية اللي بيحبها الجمهور ولازم يستفيد الجمهور منها من خلال تواجدهم هنا معانا في قناة النادي الأهلي. معانا واحد من نجوم النادي الأهلي ونجوم منتخب مصر وأيضا كابتن الأهلي وكابتن منتخب مصر الكابتن أسامة عربي. كابتن أسامة برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بك. أخبار حضرتك إيه؟ الله يخليك. منور يا كابتن. أنت منور بوجودك. حظي دايما بيكون حلو لما بكون موجود مع حضرتك. قامة كبيرة في كرة القدم وبستفيد يا كابتن فنيا ومعنويا يا كابتن كتير. الله يخليك. ربنا يخليك كابتن أسامة. طبعا إحنا داخلين في مرحلة مهمة جدا للنادي الأهلي ومباراة حاسمة للقب الدوري المصري الممتاز، لكن في البداية ومع انتهاء البطولة الأفريقية لازم أروح مع حضرتك سريعا للبطولة وتقول لي رأي حضرتك في البطولة بشكل عام، وهل وجود 24 منتخب في البطولة الأفريقية قلل من القوة اللي احنا كنا بنشوفها قبل كده؟ البطولة بشكل عام تقدر تقول جيدة، لكن ما كانتش جيدة جدا أو ممتازة، يعني المستوى كان فوق المتوسط. لما تشوف مباريات المجموعات، مباراة دور ال 16 بعد كده الثمانية وقبل النهائي والنهائي، هتلاقي عدد الماتشات اللي يعني كان فيها مستوى عالي من الفريقين عدد مش كبير. في مباريات كتير كانت بتحسم وباين قوي ان الفرقه راكبه قوي المباراه. في مباريات الفرق نفسها ما ادتهاش بمستوى جيد طوال البطوله، يمكن في مباراه بتعلى قوي، مباراه تقل قوي، كان في تذبذب في مستوى الفرق باستثناء يمكن الجزائر والسنغال. حتى يمكن الجزائر في المباراة الأخيرة، لكن دي كانت مباراة نهائية لما نيجي نتكلم عليها. فالمستوى كان جيد لكن ما وصلش للي احنا كنا متوقعينه، كان المفروض المستوى يبقى أعلى من كده لفرق كتيرة جدا في البطولة لها تاريخ، طبعا على رأسهم المنتخب المصري برضو لما نيجي نخش في ومنتخبات أخرى ما ظهرتش بنفس المستوى، لكن يمكن الفرق الصغيرة ابتدت يبقى ليها شكل الفرق الجيدة في إفريقيا. الأول كان الفرق الصغيرة بتتغلب بسهولة جدا بكل بساطة، لما نيجي نتكلم على مدغشقر، على بنين، على بروندي، على ناميبيا، على كل الفرق دي كانت بتتغلب بسهولة جدا. يمكن ده حصل تحسن في مستوى أدائهم، لكن المستوى برضو اللي لسه في النهاية ما يقدروش يكملوا للآخر، ويمكن ده قلناه قبل البطولة ان المربع الذهبي او المباراة اللي هيوصلوا للمربع الذهبي والمباراة النهائية هي الفرق الكبيرة. وده حصل فعلا، يمكن اختلفت فرقة او حاجة او فرقتين عن التوقع، لكن هم الاربع فرق برضو الفرق الكبيرة، الجزائر، السنغال، تونس، نيجيريا، من القوى الكبيرة في افريقيا. طب هل تونس يا كابتن أسامة صعدت ببعض التوفيق وبعض الحظ، ولا حضرتك شايف ان منتخب تونس كان يستحق التواجد في المربع الذهبي؟ لا، هو تونس ابتدوا بداية وحشة في دوري المجموعات، في الثلاث مباريات اللي لعبوها ثلاث تعادلات مع جنوب افريقيا ومع انجولا ومع كان معاهم اعتقد بنين كان معاهم، المهم اربع ثلاث ماتشات تعادلات، ما كانش المستوى كويس، ورغم انه المستوى مش كويس وصلوا تاني بثلاث نقط، ودي برضو غريبه شويه، لكن لما ابتدوا دور ال 16 ابتدى المستوى يرتفع الى حد كبير، يعني في مباراه غانا أدوا بشكل كويس، في مباراه مدغشقر كسبوها بكل سهوله 3-0، مباراة السنغال قبل النهائي عملوها كويس خاصة الشوط الثاني، ولكن السنغال كان متفوق أكتر وقدر يكسب في الشوط الثالث.
فهم من دور ال 16 ابتدى المستوى يتحسن، لكن تونس كابتن كان معاها بروندي وانجولا ومالي. ايوه اتعادلوا الثلاث فرق دول اللي انا بقول لحضرتك عليهم. يعني او بنتكلم على انجولا ومالي وبروندي، منتخب التونسي كسب مباراه واحده بس في دور ال لا الدور الاولاني اتعادلوا ثلاث مباريات. مظبوط يا كابتن صح. 1-1 امام منتخب انجولا، اسف انجولا ومالي وموريتانيا، اول مباراه بتاعت 1-1 امام انجولا، المباراه الثانيه 1-1 قدام مالي، والاخيره 0-0 قدام منتخب موريتانيا. مظبوط. لكن المستوى اتحسن بتاعهم من دور ال 16، لكن ما كانش يعني من الفرق اللي كان ممكن ما توصلش دور الاربعه. يعني في فرق زي المغرب، زي الكاميرون، زي مالي، كان ممكن جدا يتواجدوا في دور الاربعه. لكن المنتخب التونسي تحسن كتير جدا بعد الدور الاولاني بدوري المجموعات، في مباراه غانا، ثم مباراه مدغشقر، ثم مباراه السنغال اللي هم خرجوا فيها، وحتى في مباراه نيجيريا وتونس الاخيره اللي هي على الثالث والرابع. يمكن المباراه بقى عشان ثالث ورابع كانت يعني بتلعب باحباط شويه. الفرق لما بتخرج ما بتلعبش على النهائي، خلاص الثالث والرابع بيلعبوا لعب مفتوح ولعب فيه كده، تحس فيه راحه في اللعب يعني، سواء الفريقين بيمتعوا نفسهم يعني من الاخر. أيوة. ممكن يكون بيمتعوا نفسهم شويه يا كابتن، على قد ما هم بيلتزموا شويه بالاصرار وبالعزيمه اللي كانت بتبقى موجوده في دور قبل النهائي نفسه. مظبوط. فتونس من دور ال 16 او من الدور الثاني بعد دوري بعد دور المجموعات قدوا مستوى كويس، ولكن كان في فرق كان ممكن توصل لدور الاربعه زي ما قلت لك، المغرب، كاميرون، مالي، بس هو حظهم المغرب في مباراه بنين كان حظها سيء جدا، اللي هم تعادلوا فيها وبنين كسب ضربات الجزاء. المغرب كان افضل في كل حاجه، ويمكن يعني جالهم يعني هي المغرب مباراه حظ فقط. لكن مستوى المغرب الفني اعتقد كان افضل من بنين. مظبوط. وجالهم هدف في الشوط الاولاني واتلغى بدعه التسلل، حتى الفار ما كانش طبق. جالهم ضربه جزاء حكيم زياش ضيعها في اخر دقيقه. كان في عدم توفيق فقط لا غير في مباراه كذلك الكاميرون، ومباراه اللي هي يمكن من احلى المباريات اللي اتلعبت في البطوله، نيجيريا والكاميرون 3-2 نيجيريا. نيجيريا الهدف الثاني بتاع التعادل اوفسايد. المستوى كان يعني نيجيريا والكاميرون كان قريب اي حد فيهم يوصل، بس هم حظهم انهم يقعوا مع بعض في دور ال 16. مش شايف يا كابتن ان الكاميرون وتعاقدها مع سيدورف وكلايفرت كان شيء مبالغ فيه؟ ان هم ما عندهمش خبرات افريقيه قبل كده، هم اهتموا بالاسماء اكتر ما اهتموا بالخبرات اللي موجوده، عكس السنين اللي كانت قبل كده ان الكاميرون كانت شاطره جدا في اختيارها المدربين اللي عندهم درايه كامله وخبره كامله، سواء في اللي هم بيتكلموا لغه فرنسيه، بيتكلموا لغه انجليزيه. فراي حضرتك في اختيار الفني المنتخب الكاميرون ايه؟ لا يعني هم برضه يعني سيدورف برضه اشتغل في اكتر من نادي قبل كده كبير، الخبره الافريقيه ماشي ماشي، لكن ما تقدرش تقول في مباراه يعني نيجيريا والكاميرون يعني ماشي. نيجيريا يمكن كانت افضل شويه بسيط، لكن المباراه كانت رايحه جايه. حتى يعني نيجيريا تعادلت في الدقيقه تقريبا 75 بهدف اوفسايد لايجالو، المهاجم السنغالي، المهاجم النيجيري. يمكن لو كانت تقنيه الفار موجوده كان الهدف ده كان هيتلغي اكيد، لانه كان اوفسايد اللي تعادلوا بيه. تمام. فيعني الكاميرون كان ممكن يوصلوا، سيدورف ومدرب كويس، لكن عدم التوفيق برضه فرق. موضوع الخبره الافريقيه هل ده مش كل مش كل الف مش كل الف في ناس بتبدا في افريقيا يعني بدري وبتوفق. طيب وبتكسب يعني انا اللي انا عايز اقوله بما ان حضرتك موجود معايا وحضرتك راجل مدير فني وراجل عاصرت، سواء حضرتك لاعب او حضرتك مدرب، يعني ضربت كل المراحل، ضربت في فرق ناشئين، ضربت في الدرجه الثانيه، ضربت في الممتاز، ضربت مع مدربين اجانب. هل يا كابتن دلوقتي لو انا عايز ابدا وعايز اخوض تجربه في مكان انا ما عنديش خبرات فيه، هل ابدا في فريق كبير ولا ابدا في فريق صغير علشان ابدا اكتسب الخبرات واطلع السلم من اوله لحد ما اوصل للنهايه؟ ودي النقطه اللي بتكلم حضرتك فيها. ليه سيدورف حضرتك بتقول في ناس بتبدا، طيب هل البدايه مع فريق كبير ده ناخد الصدمه في الاول بتاثر عليا، بتاثر على سمعتي التدريبيه، ولا ممكن اتعلم منها، ولا الافضل ان انا ابدا من تحت عشان لما اوصل لفوق اكون واقف على رجلي؟
لا يمكن الموضوع اختلف في السنين الأخيرة. يمكن زمان كان بيتقال إنك لازم تبدأ واحدة واحدة وفرق صغيرة وبتاع. احنا شفنا في دلوقتي مدربين كتير بيشتغلوا يعني بسرعة. طب تعالى كابتن، طب تعالى ناخد لكن اسم، تعالى ناخد اسم كابتن زيدان. ايوه بدأ منين يا كابتن أسامة؟ بدأ من فريق الشباب في ريال مدريد صح؟ ماشي. وبعد كده مساعد مدرب لكابيلو أنشيلوتي، وبعد كده بقى المدير الفني ريال مدريد. فهل حضرتك شايف ده تدرج طبيعي للمدير الفني ولا ممكن يبطل يمشي على طول؟ هو الافضل، الافضل طبعا انك انت تاخد خبرات في فرق اقل، في فرق ناشئ المراحل السنيه العمريه الصغيره، فرق في المستوى مش الفرق الاولى قوي، فرق صغيره، وتاخد خبرات وبعد كده تخوض التجربه مع الفرق الكبيره. لكن احيانا برضو بتبتدي مع فرق كبيره وبتنجح، يعني في تجارب برضو نجحت بالشكل ده. ف سيدورف مدرب كويس، لكن زي ما قلت لك التوفيق برضو مهم. زي ما قلنا على المغرب رينارد مدرب كبير وواخد بطولتين افريقيا، ولكن حظه مع بنين اللي هي يعني يمكن تاريخها قليل قوي في افريقيا، وكان التوفيق مش معاه وخرج من دور ال 16. ف مش شرط اللي هي البدايه مع الفرق الصغيره الاول، لكن الافضل تمام. لكن ممكن في ناس بتنجح على طبعًا طول طبعًا لما بتشتغل في مع فرق كبيره مره طبعًا واحده. طبعا يا كابتن. فانا اتكلمت على المغرب والكاميرون ومالي، لان مالي ادوا بشكل كويس قوي، وفي طبعًا مباراه ساحل اللي هي كوت ديفوار اللي هم خرجوا فيها برضو كانوا لا يستحقوا الخروج، كانوا افضل طبعًا كتير طبعا. في دوري في المجموعات الاول كانوا هايلين، وكانوا الاول على المجموعه كانوا طبعا الحصان الاسود. وفي مباراه كوت ديفوار كانوا افضل كتير جدا من كوت ديفوار، ولكن كوت ديفوار قدروا يجيبوا جون وحافظوا عليه لغايه لما المباراه انتهت. فمالي برضو من الفرق اللي ادت كويس، وكانت ممكن لو عدت كوت ديفوار تستمر لدور الاربعه. فالتلات فرق دولت انا شايف ان هم كانوا ممكن يكملوا الابعد من كده، اللي هم المغرب ومالي والكاميرون. لكن ايضا زي قلت لك الاربعه اللي وصلوا الجزائر والسنغال هم الافضل ويستحقوا الوصول للمباراه النهائيه. نيجيريا مش نيجيريا، يعني نيجيريا المفروض يبقوا افضل من كده. لعبوا بعض المباريات بصوره جيده، وفي مباريات ادوها بشكل سيء جدا. يعني مباراه الجزائر مع نيجيريا قبل النهائي، المباراه وان سايد جيم للجزائر، نيجيريا لم تفعل اي شيء. يعني تسديده واحده اللي هي كمان ما كانتش رايحه، يعني الجون كان يصدها بسهوله، اللي هي اتعادلوا بيها، اللي ضربت في ايد عيسى مندي قلب الدفاع الجزائري، متشاطه من مسافه بعيده والراجل بيرفع ايده كده. لكن الجزائر كانت مسيطره على المباراه تماما وكانت كسبانه واحد. هو التعادل ده حصل، ثم محرز قدر يجيب هدف عالمي في اخر دقيقه من فاول يعني. فنيجيريا كان المستوى متباين، لكن برضو تقدر تقول انها من الفرق اللي تستحق توصل للمربع الذهبي، وخدت التالت. زي ما اتكلمنا، بس يمكن تونس المستوى كان في دوري المجموعات اقل وابتدوا يتحسنوا تدريجيا، لكن في النهاية هم أربع فرق برضو من الفرق الكبيرة في إفريقيا. يعني ده بالنسبة لتونس والمغرب والفرق اللي خرجت يعني. طيب كابتن أسامة، يعني إقامة البطولة في شهر يونيو أو في شهر يوليو بعد انتهاء الموسم الكروي الأوروبي، هل حضرتك شايف ده في صالح الكرة الأفريقية ولا مش في صالح الكرة الأفريقية بسبب الإجهاد ده؟ بالنسبة للنقاط السلبية، الإجهاد اللي موجود في أوروبا واللعيبة اللي موجودة في أوروبا، بالتالي ممكن نشوف بعض الإجهاد اللي ممكن يبان على بعض اللعيبة، لكن في نفس الوقت في إجابات أخرى زي إن اللعيبة كلها بتكون متواجدة، اللاعب بيكون مركز تماما مع المنتخب، ما بيكونش في تعارض ما بين مصلحة النادي ومصلحة المنتخب، وبالتالي بيكون في راحة تامة للمنتخبات الوطنية في اختيارات اللعيبة المشاركة في أمم أفريقيا. زي ما أنت قلت كده، في إيجابيات وسلبيات ليها. يعني التجربة في يونيو أو في يوليو
لها ايجابيات وسلبيات. سلبياتها اول حاجه طبعا الحراره اللي بتبقى موجوده، ويمكن كمان مصر من الدول طبعا حراره فيها في الشهر ده عاليه، ولكن برضو من الدول المعقوله جدا. يعني انت لما تخش في دول افريقيه اخرى في التوقيت ده الحراره هتبقى عاليه جدا، والرطوبه كمان هتبقى موجوده، فهي دي هتبقى مشكله بعد كده اكتر. وكنا بنحسها في المباريات اللي بتقام الساعه 4:30 في الدور الاول، كان باين جدا تعب على لعيبه كتير، الجهد البدني كان بيبقى اقل، الحماس كان بيبقى اقل، بيحاولوا طبعا لكن مش زي المباريات اللي كانت بتتلعب في الليل يعني. فطبعا درجه الحراره كانت مؤثره في التوقيت ده. انتهاء الموسم الاوروبي اللي انت قلت ميزه انه كل الناس متواجده، ما بيبقاش فيه بقى حجج للفرق انه لعيبتنا مش هتبقى موجوده، الفرق الاوروبيه يعني، او النجم الفلاني مش موجود، او واحد يعتذر، او واحد يحصل اي مشكله يعني. فدي نقطه ايجابيه. لكن السلبيه بقى انه بيبقى نهايه الموسم بعد عدد مباريات كتيره جدا 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 في الدوري الاوروبي او حتى الدوريات الاخرى، وبالذات كمان الفرق اللي بتشارك في بطوله اوروبا، وتبقى العمليه مجهده جدا بالنسبه لهم مش في الدوري بس. فدي النقطة السلبية. لكن المشكلة الأكبر أنا شايف اللي هي درجة الحرارة بعد كده في القارة الإفريقية، في البلاد بقى اللي هتلعب فيها البطولة بعد كده. يعني كان في يناير قبل كده طبعا كان بيبقى موسم الشتاء في معظم الدول الإفريقية، ودرجة الحرارة بتبقى أقل يعني. دي نقطة طبعا. طيب كابتن انت سألتني سؤال، بس انا بتكلم عليها ال 24 فرقة، 24 فريق. انا ضد موضوع 24 فريق، انا شايف ان هو موضوع مادي اكتر منه فني. هو موضوع ان الاتحاد الافريقي نعمل ترضية ومكسب مادي طبعا، لان الكورة بقت صناعة وفيها مكاسب مادية. فطبعا انت كل ما بتزيد عدد الفرق المشاركة نسبة المشاهدة بتزيد، حتى الإعلانات هتبقى أكتر لأن عدد الماتشات بيبقى أكبر. فهي أنا شايف إن هي يعني ماديا أكتر استفادة منها، ماديا أكتر منها فنيا. 24 عدد كبير جدا، أنت كل الدول الإفريقية حاجة و50 دولة، فيعني نصهم بيلعب نهائيات يعني كتير جدا. يعني أنا شايف كان 16 فرقة حاجة كويسة قوي، بيطلع فرقتين من كل مجموعة. أولا الوقت بيبقى أقصر، عدد الماتشات مش هيبقى مجهد كده للعيبة. أنت اللي بيوصل للنهائي واللي قبل النهائي والتالت والرابع بيلعب 7 مباريات، أنت هتقل عدد المباريات واحدة أو تقريبا مباراة، ودي برضو مهمة في الـ 25 يوم دولت. الفرق اللي هي مستواها قلنا تحسن، ولكن في النهايه برضو لسه ما وصلتش للمستوى الكبير قوي، بتضعف البطوله شويه، عدد المباريات الحلوه بتبقى اقل. حاجه ثانيه، انت بتضطر في 24 فرقه ان تاخد 4 فرق احسن توالد، فاحسن توالد انت كأنك بتعيد الدوري المجموعات تاني في الدور اللي بعده. انت بتاخد 3 فرق من 4 مجموعات من الست، كتير جدا يعني. انت في فرق كانت ممكن جدا توصل بتعادلين بس، يعني في مجموعات ده كان ممكن جدا واحد تونس 3 تعادلات وصلت، 3 تعادلات وصلت تاني، ده وصلت تاني كمان مش وصلت تالت، وصلت تاني لان مجموعتهم وصل منها 2 بس. فانا شايف ان عدد 24 فرقه كتير، زي ما انا شايف برضو ان كاس العالم 32 فرقه بقوا كتير جدا. كاس العالم لما كان اقل من كده كان افضل في المستوى، و 32 دول عايزين يوصلهم 48 منتخب. 48 منتخب يعني العالم كله هيلعب. يعني احنا كام دوله في العالم؟ 119 تقريبا، او يعني 100 وشويه. هتلعب 50% من الفرق هتلعب نهائي كاس عالم. فده كل ده موضوع تسويقي، مش موضوع فني خالص، مش موضوع فني. في ناس بتقول، في راي بيقول ان في فرق تحسنت، ماشي تحسنت، بتلعب في التصفيات، تلعب تزود من التحسن اللي عندها ده عشان توصل للنهائيات، لكن انا مش هجيبهم عشان تحسنوا واروح انا
هخلي بقى كاننا بنلعب دوري يعني في الدوري عام بقى يعني 24 فرقه يعني كتير جدا. فانا شايف انه العدد كبير يعني. كابتن اسامه منتخب مصر، عشان ما ينفعش ان انا اعدي امم افريقيا من غير ما اتكلم على منتخب مصر. هل حضرتك شايف ان خروج منتخب مصر فقط هو عامل فني؟ ولا الضجه اللي حصلت والمشاكل اللي حصلت والحوارات اللي حصلت هي احد اسباب خروج منتخب مصر من البطوله؟ وعايز اعرف رايك في بدون يعني دخول في تفاصيل، يعني هل حضرتك شايف الازمه الاخيره اللي حدثت داخل معسكر المنتخب ممكن تسبب ازمات في فريق كره القدم، بما ان حضرتك راجل مدير فني؟ وعايز اعرف تعامل حضرتك معاه يكون عامل ازاي، يعني لما تشوف تصرفات وان حضرتك شايف ان اللعيب ممكن تستبعده وبعد كده يرجع تاني وبعد كده يتوقف من دور المجموعات بعد كده يرجع في دور ال16، هل الكلام ده كله يا كابتن كده المهاترات دي كلها ممكن تاثر على الفريق حتى لو فنيه ماشي كويس؟ اه طبعا مفيش شك. اي اولا هتكلم على النقطه دي الاول قبل الفنيات. ماشي. اي فرقه ومعسكر بتاع ممكن يحصل فيه بعض المشاكل. تمام. ده يعني طبيعي. تمام. طبيعي بيحصل خناقه بين لاعب واخر وممكن يمسكوا في بعض بس بتتحل. صح. ممكن يحصل مشاده بين مساعد مثلا مدرب او مدرب ولاعب، ممكن يعني بيحصل الحاجات دي بتحصل. هي المشكله في موضوع ورده انه احنا كبر قوي 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 قوي، قعدنا نكبر فيه ونضخم فيه قوي 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 وما لمناهوش بسرعه. الطبيعي انا وجهه نظري، وخاصة لما نيجي نتكلم على موضوع الاختيارات من البداية، انت زنقت نفسك في الاختيارات، ولما جيت تقدر الموضوع بتاع وردة خدت فيه قرار متسرع اللي هو استبعاده من المعسكر. يعني قرار استبعاده من الاول من وجهة نظري كان خاطئ، كان ممكن جدا يعلن عن خصم مادي انه ده موقوف المباراة بتاع الدوري تكملة المجموعات وهيلعب من الدور اللي بعده مباراة واحدة أو خصم مادي، والموضوع كان يتقفل عليه وخلاص ويتلم سريعا. احنا قعدنا نتكلم فيه ونكبر وكبر كبر كبر كبر، ورحت انت واخد قرار قوي جدا وبعد كده بعد يوم تراجعت فيه. هي الغلطة هنا بقى من الأول ما كانش القرار ده يتاخد، ولما جيت ترجع في القرار كان غلط. طيب كان غلط انك ترجع بقى. هقف معاك في النقطه دي. أي. مين يا كابتن اللي استبعد، او مين اللي في ايده ان هو يستبعد لاعب؟ هل الجهاز الاداري لوحده، ولا الاتحاد الكره لوحده، ولا المدير الفني لوحده؟ لا كلهم مجتمعين. هقول لك ازاي. في حاجات بتبقى داخله تحت اطار مسؤوليه اولا المدير الفني بالنسبه للمنتخب، هو رئيس بالظبط كده. ما انا عايز رئيس حضرتك هو كده. رئيس الجمهوريه بتاعت الفريق. طبعاً. يعني هو المسؤول الاول. الاداري بيبقى عامل مساعد، اتحاد الكوره طالما وصله للبطوله عامل مساعد، هو الاساس. ولكن في امور في حاجات هو ياخدها دايركت ومش بتاعه اتحاد الكوره ومش بتاعه اي حد تاني. طبعا بيتناقش مع الجهاز الاداري بتاعه والجهاز الفني، لكن في امور ساعات بتبقى اكبر او خارج نطاق المدير الفني. فممكن جدا انت كرئيس نادي، كرئيس اتحاد او اعضاء اتحاد، تاخد قرار من وجهه نظرك انه ده حاجة ملهاش علاقة بالناحية الفنية بس، ده ممكن يكون قرار احنا شايفينه انه ده قرار تربوي مثلا. طيب او ده قرار يؤثر على الفريق او المنتخب. الفريق يؤثر على الرأي العام، يعني في حاجات بقى اكبر، فلازم هيبقى القرار مشترك بين الاتحاد هيقنع المدير الفني، او المدير الفني هيقنع الاتحاد. في النهايه ممكن جدا يبقى القرار من المسؤولين الاتحاد. طيب. اللي هم مسؤولين مجلس الاداره. كابتن اسامه عربي دلوقتي لو هو موجود مدير فني للمنتخب وحصل معه موقف ان اتحاد الكوره استبعد لاعب، واتفق مع كابتن اسامه عربي ان المدير ان اللاعب ده هنستبعده بسبب 1 2 3، واتفقتوا خلاص على انه كابتن اسامه والاتحاد هيستبعدوا اللاعب. ايوه. ودخل لحضرتك كابتن الفريق
واثنين كمان من اللعيبه وطلبوا من حضرتك العفو عن اللاعب. هل الكابتن اسامه هيوافق ولا خلاص القرار اتاخد ومفيش فيه رجعه؟ ولو رجعنا فيه هيأثر على شخصيتي وهيأثر على الرأي العام وهيأثر على مدى مصداقيتي عند اللعيبه وعند الجمهور، وهيكونوا عارفين ان انا مدير فني عندي شخصيه ممكن اخد قرار وممكن ارجع فيه. فعشان كده حضرتك قلت من الاول القرار اصلا كان فيه تسرع. كان لازم يتم دراسه الموضوع بشكل افضل من كده، لكن اخذوا القرار. فكابتن اسامه هيعمل ايه في اللحظه دي؟ ما هي كون اللعيبه، كون اللعيبه او كابتن الفريق او اللعيبه تدافع عن زميل ليهم او ده طبيعي. ما انا شايف انه في حاجه تقلل منهم. ماشي. عادي جدا ان اللعيبه ممكن في مواقف معينه، ودايما بتحصل على طول في مجتمع اللعيبه، يعني انه انت بتاخد جزاء على حد، ممكن لعيبه او كابتن الفريق او مجموعه لعيبه الكبار يجوا يقول لك مثلا كذا ويتناقشوا معاك، ودي على فكره حاجه مش عيب، ولكن حجم المشكله ايه ومين اللي خد القرار مع المدير الفني؟ حلو قوي. هل هو المدير الفني بس وهو طبعا. مش طب انا ما انا بقول لك، هل هو المدير الفني بس وهو شايف انه ممكن يتم العفو، ولا الموضوع كان اكبر منه من الاتحاد اللي هو اللي واخد القرار مع المدير الفني والقرار ما يبقاش فيه رجعه؟ فهي دي النقطه. يعني انا لو انا واخد القرار وشايف انه من غير الاتحاد، وشايف انه يعني مثلا واحد زعق مع زميله وضربوا بعض مثلا، فانا خدت قرار وبعدين جاني عفو، طيب والله طيب خلاص انا هخصم منه مثلا وهقلل البتاع، بس يكونوا موجودين مثلا معي. ممكن جدا، لكن الموضوع ممكن يكون الاتحاد دخل فيه، اعضاء الاتحاد دخلوا فيه، او رئيس الاتحاد دخل فيه مع المدير الفني. يبقى كان من باب اولى انه حتى هم بتوع الاتحاد نفسهم هم اللي واخدين القرار مع المدير الفني يقولوا لا، حتى لو المدير الفني قال يقولوا له لا خلاص ده قرار. لازم كابتن الاتحاد يكون والمدرب اقوى من اللعيبه في الشخصيه. هل حضرتك شايف؟ ايوه ده طبيعي. لازم يبقى اقوى في الشخصيه. يعني كابتن اسامه ولكن... لو حصل موقف اتفضل يا كابتن. لا ما هو بص لازم يبقى شخصيه اقوى من اللعيبه، ولكن في حاجه نقطه مهمه جدا برضو لازم الناس تفهمها. مش معنى انك انت كاتحاد او مدير فني اقوى شخصيه من اللعيبه انك انت تكون متعنت في امور ممكن التفاهم فيها. يعني خلي بالك من دي، متفق يعني معك في امور. ما انا بقول لك عشان كده زي ما ممكن لعيب بيجي يتكلم مع المدير الفني وما كانش بيلعب مثلا واتكلم بطريقه فيها حدية بس شوية. بينه وبينه تمام، غير مثلا لما يعملها قدام الناس، قدام راي عام او الناس او اللعيبه زمايله، لانه الموقف ما بقاش بتاعك انت بس، ما بقاش هيأثر عليك انت بس، هيأثر على المجموع. انه شافوا مثلا اللعيب بيتكلم بطريقه وحشه فكلهم خلاص، طب اي حد هيعمل بقى كده لو انت ما عاقبتوش او انت ما عرفتوش. لكن ممكن جدا لو بينك وبينه يعني او في اوضه مغلقه ممكن القرار اللي انت هتاخده يبقى اخف. فاللي انا عايز اقوله انه اتخاذ القرار كان فيه تسرع، ولما خدوه ما كانش ينفع يرجعوا فيه بقى تاني خلاص. يعني كابتن اسامه عربي لو مدير فني المنتخب وحصل قرار زي كده ورجع كابتن الفريق واللعيبه المهمين في الفريق دخلوا للكابتن اسامه عربي قالوا له ممكن تعفو عن اللعيب، هيقول لهم القرار اتاخد خلاص بلا رجعه، نبص لقدام ونكمل في المسيره. ما ايوه كده صح كده. طالما لكن لو دخلوا بالشكل ده، لكن لو دخلوا قبل ما القرار يتم اعلانه. ايوه كابتن اسامه هيفكر. ايوه ويبدا ان هو يحلل الموضوع كويس. ايوه هي دي النقطه، ان القرار كان اتاخد. يعني ده اثر يا كابتن على الفريق بقى فنيا في الملعب، عشان نربط العامل النفسي والعامل المعنوي بالعامل الفني جوه الملعب. لا. هل قرار زي ده او هل مشكله زي دي ممكن تكون اثرت على اللعيبه فنيا جوه الملعب، واثرت على مدى العلاقه بين الجمهور وبين اللعيبه في الملعب بعد الاشارات اللي احنا شفناها والاعتراضات اللي ممكن نشوفها من لعيبه المنتخب تجاه الجمهور ان احنا مش سامعينكم مش شايفينكم؟ هل ده ممكن ياثر فنيا يا كابتن اسامه؟ لا مش هو الموضوع ده، مش هو اللي اثر على مستوى المنتخب، لانه مستوى المنتخب كان في قلق من قبل البطوله ما تبدا. تمام. يعني حتى في اخر مباراتين وديتين اللي هم مع تنزانيا وغينيا كان واضح انه في قلق في التشكيل،
في قلق في التغييرات في البدلاء، في يعني واضح ان في 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 حاجه مش مظبوطه، ولكن كان يقال او الناس بعض الناس يعني كانت بتدي العذر يقول دي مباريات وديه ممكن في اثناء البطوله الاداء هيتحسن، ولكن اللي حصل انه انت ابتديت بماتش زيمبابوي لعبت ربع ساعه ثلث ساعه كويس، وطول طول المباراه منتخب زيمبابوي مسيطر على على المباراه، ويمكن دي كمان يمكن اكتر مباراه خلقنا فيها فرص سواء في الشوط الاولاني اللي احنا كنا فيه احسن، وحتى في الشوط الثاني اللي منتخب زيمبابوي سيطر على اللقاء كان لينا كور خطره لمحمد صلاح كورتين يمكن شاطهم باليمين. المهم انه انك انت المستوى ما كانش عالي، قلنا اول مباراه هتيجي لتاني مباراه اللي هي مباراه الكونغو المستوى اقل من مباراه زيمبابوي. منتخب الكونغو كان افضل من منتخب مصر طبعا، منتخب الكونغو حتى الهدف الدقيقه 35 اللي احنا احرزناه الاولاني محمد صلاح كان محمد هدف. صلاح تقريبا اللعب في اتجاه، وقلنا محمد الشناوي نجم المباراه، في اتجاه المرمى الشناوي واكتر من كوره وكورتين في العارضه وفي القائم وفرص كتيره ضايعه والموضوع كان في اتجاه الكونغو خالص. فالمباراه بتاعت الكونغو جت اقل من مباراه زيمبابوي. جت مباراه اوغندا اقل من مباراه الكونغو. برضه سيطرة يعني المنتخب المستوى كابتن بدل ما يكون متحسن ايوه يعني تراجع بيتراجع تراجع يعني مستوى تراجع في مباراة الكونغو واوغندا. مباراة جنوب افريقيا شوف رغم ان احنا اتغلبناها عشان كان بيقال ايه؟ كان يقال انه مش مهم احنا بنكسب، لا كان في جرس انذار والناس كلها كانت بتقول ان احنا ادائنا في مشاكل كتيرة وخاصة إن إحنا مش قادرين نسيطر على ولا مباراة، يعني السيطرة وفي وسط الملعب ولعب المجموعات ولعب في ضغط ولعب كان للفرق الأخرى في الثلاث مباريات بس بنسب يعني في مباراة زيمبابوي ومباراة الكونغو ومباراة أوغندا كان في جرس إنذار، كان بيتقال إيه؟ لا ما إحنا كسبنا وخدنا 9 نقط، ما أنت ما كسبناش وخدنا 9 نقط لمجرد ان احنا متفوقين قوي، احنا برضو ربنا كرمنا كده من واسع، لا وفي توفيق طبعا في واحد امكانيات زي محمد صلاح بيعرف يجيب لك جون في اوقات صعبه جدا في مباراه الكونغو وفي مباراه اوغندا، في بعض افراد كانوا متفوقين فانت بتوفق، في عدم توفيق للفرق الاخرى في فرص بتضيع كتيره جدا، يعني كم الفرص اللي راح في مباراه زيمبابوي والكونغو اوغندا على مرمى الشناوي كان كبير، ولذلك الشناوي افضل لاعب في تقريبا في الاربع مباريات طبعا في يعني في الشناوي كابتن عنده من 4 ماتشات استقبل هدف واحد فقط لغير، الشناوي متصدي 16 صد في البطوله، هو اكثر عدد لحارس مرمى من حيث التصديات في بطوله افريقيا 4 ماتشات بس يا كابتن. ايوه فده بياكد كلام حضرتك. فكان باين في دوري المجموعات في الثلاث ماتشات دول في المرحله الاولى. لما جيت في مباراه جنوب افريقيا، على فكره مباراه جنوب افريقيا مش اقل في المستوى من مباراه اوغندا ولا الكونغو، بالعكس ده في فترات منتخب مصر لعب فيها بشكل احسن من مباراه الكونغو واوغندا، ولكن اللي فرق ايه؟ ان جنوب افريقيا وفقت عن، لان التوفيق ده عنصر مهم، وفقت عن 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 فريق اوغندا وفريق الكونغو في مباراتهم معانا. يعني هم كمان في مبارياتهم ما لعبوش اقل من جنوب افريقيا وراحوا بفرص يمكن اكتر من جنوب افريقيا، ولكن هي كل الموضوع اللي حصل في الفرق بين جنوب افريقيا والمباراتين اللي قبليه ان جنوب افريقيا بس وفقت في التهديف، انت كان بيروح عليك فرص كتيره فاللي انا اقصده ان سوء المستوى ما جاش عشان مشكله ورده، لا كان باين من قاعدين بره ومتعب بيلعب ساعات، بركات قاعد بره واحمد فتحي بيلعب طبعا ده ليهم تاثير غير طبيعي، فهي مش ال11 بس ال11 لانك انت في اي لحظه هو حجازي مش اتخبط في اول مباراه وكان ممكن ما يكملش كويس. مش جنش ربنا يشفيه جاله اصابه كبيره في اول بعد اول مباراه وهو كان ممكن يبقى بيلعب لو الشناوي جرى له مثلا،
وحصل مع كاميرون ان المهاجم راس الحربه الاساسي جاله حاجه في مشكله في القلب ومشي، وفي حصلت مع ناس تانية، ناس خدت طرد، يوسف عطال ظهير ايمن الجزائر من افضل او افضل ظهير ايمن في البطوله كلها، اخر ثلاث ماتشات اتصاب في كتفه وما لعبش المباريات الاخيره، واثر على فكره شويه على المنتخب الجزائري طبعا كابتن على فكره يعني زفان مهدي زفان مع احترامي الكامل يعني اقل منه في المستوى يعني، لكن هو يوسف عطال، فاذا البديل كان لازم يعني لا مهم جدا، فالنقطه مش في ال11 بس، فانا هقول لك بعض العناصر اللي انا قلتهم يمكن من قبل البطوله ما تبتدي. انا ذاكر يا كابتن بطوله كويس بس الله ما شاء الله بطولة افريقيا يعني. حضرتك يا كابتن بذاكر لما بشكل كويس قوي يا كابتن يعني دي حاجه محترمه جدا الله يخليك. فمن قبل البطوله وناس كتيره بتقول على اسامي، اكيد هنختلف في واحد في اتنين، لكن في كان في ناس كم لاعب يا كابتن ناس مثلاً. هقول لك اولا انا شايف ان احمد فتحي لعيب دولي خبرته كبيره، كان بيلعب في كاس العالم، بيدافع بشكل كويس قوي، كان لازم يبقى موجود من وجهه نظري فتحي. كان ممكن جدا يبقى محمد هاني كمان، بس انا بتكلم نمره واحد احمد فتحي وهاني عبد الله جمعه تمام، لانه ادى موسم كويس قوي مع نادي الزمالك في سواء في 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 الدوري او في 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 بطوله في الكونفدراليه. عمرو السولية تمام، كهربا ورمضان صبحي تمام، هما دول اقرب ناس من وجهه نظري كان ممكن فرصه صالح جمعه، خاصه انك انت مثلا في الاطراف لما كان تريزيجيه بيتعب ما كنتش بتلاقي حد تلعبه في الاطراف. طب فرصه صالح جمعه بما ان حضرتك راجل فني قاعد معايا والجمهور كان بيطالب، بس الجمهور حضرتك عارف الجمهور ليه اختياراته والفنيين ليهم اختياراتهم، حضرتك شايف ان كان صالح الفتره اللي لعب فيها تؤهله الى اللعب مع منتخب مصر؟ صالح طبعا لعيب كبير ولعيب مميز، ولكن الاستمراريه فارقه. صح، الاستمراريه هي دي النقطه المهمه اللي لازم صالح يتابع فيها، انه لازم يلعب يعني باستمرار باستمرار، وبدنيا لازم يبقى اعلى من كده، لكن طبعا صالح لعيب كبير يعني انت لو ضفت حد سادس ولا سابع يبقى صالح مع المجموعه دي، فنقطه الاستمراريه دي كانت مهمه. انا اتكلمت يمكن عشان عمرو بيلعب تملي، كهربا بيلعب، رمضان صبحي كان في معظم الماتشات، احمد فتحي وهاني، عبد الله جمعه، انا كنت اقول علي جبر كمان بس يمكن لانه كان بيلعب في كاس العالم صح وسردباك مساك كويس وقلب دفاع كويس، ولكن يعني محمود علاء وباهر والونش طبعا مع حجازي اللي هو بيعتبر رقم واحد يعني يعتبروا جيدين يعني ما اقدرش تقول عليهم. علي جبر ليه ما انضمش لمنتخب مصر؟ هل شايف ان علي جبر ممكن يكون من الاسامي اللي كانت ممكن تفيد منتخب مصر دفاعيا؟ طبعا طبعا شفنا واحد من اللعيبه المميزه جدا طبعا في خط الدفاع. طبعا طبعا عنده لعب طول. كاس عالم يا كابتن مع ما بقول لك عنده خبره دوليه ولعب كاس عالم، وكان هو وحجازي بيلعبوا اساسيين، عنده طول بيلعب قوي كويس وقوي طبعا، بس انا قلت لك يمكن المركز ده من وجهه نظري كان اقل مركز في مشاكل شويه يعني يعني احنا بنقول علي جبر بس ما تقدرش تقول محمود علاء وباهر والونش طبعا حجازي نمره واحد، بس انا بتكلم على دولت معاه ما تقدرش تقول هم قليلين، لكن كان في مشكله شويه في الاطراف، كان في مشكله شويه في الاجنحه، كان في مشكله شويه في نص الملعب، كانت يعني واضحه المراكز ناقصه فيها، مراكز ناقصه نص الملعب يا كابتن اسامه. والسؤال لحضرتك فنيا الكابتن اسامه عرابي، هل من المدرسه اللي دايما بتعتمد على اللاعب اللي بيكون موجود في نادي كبير واسم كبير وبالتالي لا يبالي في انه بيلعب اساسي ولا لا، ولا الكابتن اسامه ليه بالملعب؟ بمعنى عشان الكلام ما يبقاش مبهم، محمد النني موجود في ارسنال لكن عدد دقائقه قليله جدا 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 مع نادي ارسنال، لكن بنلاقيه مع اي مدير فني بيكون موجود اجنبي ان هو بيعتمد عليه، علشان بس ما نقولش اجاري، لكن كوبر كان بيلعب بمحمد النني واجاري ايضا كان بيلعب بمحمد النني. هل الكابتن اسامه عرابي هيكمل بنفس الفكر انه يلاعب محمد النني، ولا يقول محمد النني مش بيلعب وبالتالي بعيد عن المباريات، وبالتالي وجود لاعب اخر زي عمرو السولية او غيره في نص الملعب هيكون افضل لمنتخب مصر وافضل للمصلحه العامه؟ بص احنا في مصر لسه ما وصلناش لعدد المحترفين
الكبير اللي بيلعبوا في انديه كبيره. السنغال والجزائر مثلا كلهم. السنغال والجزائر وانديه والمغرب. كبيره المغرب كده نيجيريا كده الكاميرون كده. فانت لما بيكون عندك عدد كبير قوي من الاسامي المحترفه فسهل تستبعد فلان وتقرب فلان وما تجيبش فلان وده يقعد احتياطي. لكن لما بيكون عدد المحترفين اللي عندك يتعدوا على اصابع الايد الواحده واللي بيلعبوا في انديه كبيره ليها اسامي كبيره قوي عدد قليل فصعب انك انت تقول استبعد انني. لكن ممكن يعني هيبقى في الاختيار ال 23 يعني. ما ينفعش انت عندك اربع لعيبه مثلا بيلعبوا في الدوري البريمير ليج بتاع البريمير ليج الانجليزي الانجليزي اربع لعيبه ولا ثلاثه وتيجي تقول انا هستبعد. لا مش هستبعد بس يكون موجود معايا. يكون موجود لكن الحاله بقى الحاله هل هو في حد متفوق عليه في بوضوح في الدوري المحلي؟ لا يلعب في الدوري حتى واحنا شفناها مع جمال بالماضي في منتخب الجزائر رياض محرز مكان بغداد بنجاح وفي اسلام سليماني اعيد له احتياطي على طول في يوسف البليلي و, 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 و يعني لعيبه تقال محترفه في هو بيلعب في تونس في الترجي وفي بغداد بنجاح بيلعب في قطر وكان بيلعب اساسي وفي لعيبه في الدوري الاوروبي قاعدين. فهي الفكره انك انت لازم تشوف مين الافضل في الوقت ده لكن استبعاد لا لانه ما بقولش لانك العدد كمان ما عندكش انت 30 40 واحد محترف. في حالة محمد النني هل كابتن اسامه يفضل؟ طبعا بكل احترام وكل ادب احنا بنتكلم بشكل عام ونكن كل الاحترام والتقدير لكل اللعيبه، هل الكابتن اسامه عرابي شايف ان فنيا كان لابد من يعني تبديل محمد النني والاستعانه بلاعب اخر في نص الملعب بسبب موضوع اللعب وان محمد النني يكون موجود على مقاعد البدلاء، ولا كابتن اسامه عرابي شايف ان خبره محمد النني الدوليه والانجليزيه مع ارسنال حتى في عدد الدقائق القليله ده افضل للمنتخب الوطني؟ بص انت هترجع للنقطة الأولى اللي أنا قلت لك عليها اتبنى عليها المشاكل كلها. الاختيار من الأول كان فيه بعض المشاكل اللي كتفتك. يعني خلتك محدد في تبديلاتك وتغييراتك من الأساس. ليه الأساس؟ دونجا لعيب كويس قوي. وهيبقى من اللعيبة اللي ليها مستقبل في الكرة المصرية ومع المنتخب. لكن خبرته الدوليه ضعيفه. وانت لما نيجي نشوف ماتش اللي هو نزل فيه في مباراه فيه توتر وقلق ومتعصب و مش ممكن يكون انا بقول لك الجمهور يا كابتن كمان ماشي. ما هو طبعا ما هي دي بقى ما انا بقول لك هي دي الخبره بقى. ما هو دي الخبره الدوليه. فانت الاختيار من الاول لو كنت خدت لعيبه عندها خبره اللعب في وسط الجماهير لعيبه سواء كانت لعبت دولي قبل كده أو لعيبة لعبت وسط الجماهير دي قبل كده سواء من الأهلي سواء من الزمالك سواء من المصري مثلا لعبوا في بطولات الكونفدرالية وكده. ففي لعيبة لعبت في الجو ده لكن ممكن خبرة النني هتتفوق طبعا كتير عن واحد زي دونجا. هنيجي للتالت اللي كان موجود علي غزال برضو خبرته الدولية قليلة ومستوى اللي بيلعب فيه النني أعلى فانت حكمت نفسك في الاساس ان طارق حامد والنني هم اللي بقوا بيلعبوا. يعني انت الاختيارات من الاول هي اللي حكمتك. اختياراتك من الاول هي اللي حكمتك. طيب كابتن اسامه عرابي احنا كده اتكلمنا على المنتخب واتكلمنا على الاختيارات الفنيه واتكلمنا على البطوله بشكل عام. يتبقى الجزء الاهم المدير الفني لمنتخب مصر. ازاي يتم اختيار المدير الفني لمنتخب مصر ولو لمره واحده في التاريخ او في اخر 20 سنه بما يرضي الله؟ ازاي يا كابتن اسامه نختار مدير فني اجنبي او مصري؟ يعني اجنبي انا شايف يا كابتن ان لازم نختار مدير فني يكون اسم. عايزين مدير فني قوي هندفع فلوس ومصري في نفس الوقت. فعايز اعرف راي حضرتك بما ان حضرتك واحد من نجوم مصر واحد من نجوم النادي الاهلي ما بيجيبوش اسم حضرتك ولا حضرتك بيتم ترشيح حضرتك بالخبرات اللي موجوده عند حضرتك لا حتى في منتخبات ناشئين ولا منتخبات شباب ولا حتى فيها المنتخبات الاولى مع ان حضرتك عندك سي في لاعب على اعلى مستوى سي في مدير فني على اعلى مستوى
هنفضل يا كابتن في الموضوع ده لحد امتى؟ وازاي نختار بقى المدير الفني؟ النقطتين دول، نقطه الدوامه والاختيارات. اصل انت خلي بالك، انت ما بتختارش الشعب كله هو اللي بيختار، ده طبيعي انك انت في مسؤولين بيبقوا موجودين هم اللي بيختاروا. بناء على ايه؟ ما هي بناء على حاجات كتيرة، بناء على سي في، بناء على تاريخ لاعب ومدرب. ده كابتن يحصل. ايوه، لكن انا ده بيحصل؟ لا، ما بيحصلش في كل وقت، بيحصل في بعض الاوقات. تمام. وبالصدفه ممكن. تمام. او في بعض. لكن طبعا في حاجات وحاجات، يعني في حاجات وحاجات. فاللي انا اقصده، طبيعه الحال في اي حته، الناس اللي اختيرت من الجمعية العمومية في الاتحاد هم اللي يقدروا يختاروا. طب نظام هم يقدروا يختاروا معاهم لجنة فنية، المفروض في لجنة فنية وهم اعضاء الاتحاد. ما طب نظام اختيار الجمعية العمومية، هل حضرتك موافق عليه ولا مضطرد؟ لا طبعا، لا ما انا معترض. احنا من الاول ما بنقول كده، المفروض يبقوا الدوري الممتاز، وعلى الاكثر على الاكثر يبقى معاهم الدوري الدرجة الثانية، لان كل ما العدد الاندية كتر، انت سويت، مع احترامي الكامل للانديه الصغيره او الانديه اللي هي مراكز الشباب، مراكز الشباب صغيره جدا، ما تتساواش مع النادي الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي ولا الاتحاد ولا دي. عند ناس انديه بقى لها تاريخ وعندها جماهيريه عريضه وعندها 500 لعبه وملاعب ما جيش تسويها لي مع احترامي، يعني مركز عنده ملعب يا دوب وما عندوش حتى تراك ومكتب صغير يعني اوضه وصاله لا يعني بقول لك صح، هي اوضه وصاله، مع احترامي الكامل ليهم. يبقى ليهم نظام تاني، لكن اختيار الجمعيه العموميه اللي بتختار اتحاد الكوره، لا المفروض تقتصر، المفروض تقتصر على الدوري الممتاز، وعلى الاكثر يبقى انديه الدوري الممتاز به معاهم. يعني هي بتتكلم 16 في 3 48، وال 18 اللي فوق يعني حاجه و60 نادي، انت دلوقتي معدي ال 200 تقريبا، فطبعا كتير جدا يعني. فاللي هيختار المدير الفني اكيد يعني عامه، انا بتكلم عامه في الجمعيه العموميه، قصدي اتحاد الكوره، اعضاء اتحاد الكوره ومعاهم اللجنه الفنيه، لحد بقى الفني اللي هم حاطينه في اللجنه الفنيه او لجنه فنيه هم عاملينها، هم بيختاروا بس. لكن مشكله بقى انه يبقى اسمه وطني او اجنبي، انا مش شايف ان دي المشكله الاولى. المشكله الاولى حسن الاختيار سواء اجنبي او سواء بس وطني. بس كابتن، الاجنبي الاجنبي الكويس لازم تدفع فيه لازم ياخد فلوس كتير، لازم تدفع فيه فلوس كتير. فاهم، خلاص انت كل بتقيم بقى كل الكلام ده، لكن كابتن انت كمسؤول في الاتحاد بتقيم بقى كل الكلام ده، بتحط السعر هل هو مناسب ليا ولا لا، الشخصيه مناسبه ليا ولا لا، السي في بتاعه مناسب ليا ولا لا، كل يعني تقييمه في كذا حاجه، شخصيته، فنياته، الفرق اللي مسكها، كذا كذا، بتقيم كل كلام، الناحيه الماديه، كل ده انت بتحطه في اعتبارك. هتقدر على مصاريفه ماشي، يعني مش هتقدر على مصاريفه. طيب يا كابتن، ما انا لو مش هقدر على مصاريفه واجيب مدير فني مع كامل الاحترام والتقدير، مدير فني درجه ثالثه او رابعه، زي ما احنا جبنا اجاري، زي ما احنا جبنا مع كامل الاحترام والتقدير اسامي قبليها، مش هقول مستر هيكتور كوبر عشان هو مستر هيكتور كوبر حقق اللي احنا كنا عايزينه، اللي هو وصيف بطوله افريقيه، كان ممكن ياخد البطوله الافريقيه، وصلك كاس عالم بعد حوالي 29 سنه او 28 سنه وانت ما وصلتش لبطوله كاس العالم. لكن هنا بقى يا كابتن، انت عايز ايه اصلا؟ يعني اتحاد الكوره انت عايز ايه؟ انت عايز تاخد افريقيا؟ عايز تبني جيل لمصر؟ لازم تجيب مدير فني يخطط ويجيب يختار الجهاز المعاون بالكامل معاه، ما تجيش تفرض عليه اسامي، ما تجيش تفرض عليه ناس تكون موجوده معاه لمجرد ان انت عايز ترضي اطراف اخرى. فهل حضرتك شايف ان ده يعني هل ده كلام عقلاني فعلا، ولا كابتن الاختيار العشوائي بسبب الميزانيه؟ انا عندي مليون فاجيب مدير فني مليون. طب انا عايز ايه يا كابتن اسامه من اصلا من المنتخب؟ فهل ده كابتن بيفرق في الاختيارات، ولا الاختيارات بتكون عشوائيه؟ لا، ما انا بقول لك، انت نمره واحد بتقيمها السي في بتاعه، تاريخه التدريبي، في عمل ايه في الانديه اللي مسكها او المنتخبات اللي مسكها، بتيجي تحط الرقم اللي هو بياخده في الاعتبار. وانت في دوله مثلا زي مدغشقر ولا بنين ولا
الفرق الصغيره دي او الدول الصغيره دي بتجيب، هتجيب مدير فني مثلا ب 60 70 الف يورو؟ لا بيجيبه ب 20 و15 و25. فخلاص، فكل دوله حسب ظروفها وحسب تقييمها وحسب مكاسب الاتحاد، هل هو بيكسب ودخله كبير ولا لا. فكل النقط دي انت بتحطها مع النواحي الفنيه اللي هي اساس الاختيار الاول قبل ما بتحط السعر ده، بتحطه بعد كده بتشوف بقى تقييمه. وفي ناس بتاخد اسعار على فكره مش عاليه قوي ومدربين جيدين، بس هو بقى كيفيه الاختيار او الناس اللي بتختار. يعني جه وطني، في ناس وطنيين كويسين وربنا يوفق اي حد يقع على الاختيار. طبعا يا كابتن اسامه، الوقت بيجري معاك بسرعه جدا، انا عايز كنت اخش في الحته المصريه والدوري المصري سريعا جدا جدا. الزمالك بيتعادل مع الجونه 2-2، وبيتسع الفارق ما بينه وبين النادي الاهلي 69 نقطه، نادي الزمالك، نادي الاهلي 74 نقطه. النادي الاهلي عنده مباراه يوم الاربعاء مع المقاولون العرب، هل حضرتك شايف المباراه تبقى عامله ازاي؟ وهل النادي الاهلي بعون الله باذن الله قادر على حسم البطوله في مباراه المقاولين العرب؟ يعني هو طبعا بالنسبه لي مفاجاه تعادل الزمالك مع الجونه، انا كنت متوقع الزمالك يكسب، لكن هو سهل الامور اكتر لفرقه النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل معسكر وعنده دلوقتي دوافع، هو خسر البطوله بطوله افريقيا واول بطوله يقدر يحققها قبل كاس مصر هو الدوري العام، فلو كسب المقاولين العرب هيحسم البطوله قبل لقاء الزمالك وقبل لقاء الزمالك والاسماعيلي، فالدوافع هتزيد جدا عند اللعيبه، واعتقد ان هم قادرين انه يكسبوا فرقه المقاولين العرب، رغم انه فرقه المقاولين العرب فرقه جيده وعماد ماشي معاهم كويس وفرقه كويسه، ولكن اعتقد الدوافع اللي عند لعيبه النادي الاهلي أكبر. هتبقى اكبر بكتير جدا. يعني نادي المقاولين العرب نادي خلاص مستقر، ترتيبه مش هيتغير لو كسب او خسر، هو بيلعب مباراه شرفيه. النادي الاهلي هو اللي الكره في ملعبه، يعني هو اللي المفروض ان شاء الله يحسم اللقاء قبل ما يخش في مهاترات بقى المباراه الاخيره بتاعه الزمالك والاهلي، لان دي مباراه مش مضمونه مهما كانت قوه الفريقين ما بتضمنهاش. فالموضوع المفروض انه تسهل على فرقه النادي الاهلي، واعتقد ان شاء الله الجهاز واللعيبه يقدروا يحسموا اللقاء يوم الاربعاء. يعني كابتن اسامه، هل حضرتك شايف ان يعني طبعا دايما نتكلم على الاهلي مش بنتكلم على الفريق المنافس، لكن لازم نشير الى نقطه برضه عايز اخد راي حضرتك فيها، هل حضرتك شايف انتقال احمد علي الى بيراميدز و عدم الاستعانه بطاهر محمد طارق في المباراه، وان المقاولين العرب بعد عن المركز الرابع، ده بيقلل ايضا الدوافع لدى نادي المقاولين العرب وبيعزز موقف النادي الاهلي كمان، ان النادي الاهلي كمان دور الاول خسر من المقاولين وبالتالي عنده دافع تاني اكبر وهو رد الاعتبار بالنسبه لنادي الاهلي. هل حضرتك شايف ان دي دوافع ايجابيه بالنسبه للاهلي ولا؟ بص، كل دي قلت لك دوافع المفروض تبقى اكبر عند النادي الاهلي. دوافع المقاولين في حاجتين، طبيعي اي مدير فني بيحب يثبت نفسه بالذات قدام النادي الاهلي. انا مع الانتاج الحربي كنت بحاول وتعادلت يمكن مباراه منهم مع النادي الاهلي، مع اسوان، مع طنطا، تبقى يوم سعيد بالنسبه لك انك انت عايز تلعب قدام فرقه كبيره زي النادي الاهلي كمدير فني، عايز تثبت نفسك، فده اكيد دافع كبير عند عماد. برضو اللعيبه، طبيعه الحال لعيبه الانديه الاخرى بيحبوا في مباراه الاهلي حتى من غير المدير الفني ما بيوجه، هو كل واحد بيبقى مركز قوي في مباراه الاهلي والزمالك، لان هي المباراه الشعبيه بتبقى الناس بتتفرج عليه اكتر، بيبقى هو سعيد بانه يلعب، فعندهم دوافع حتى لو شخصيه انه يثبت انه هو لعيب كبير حتى مع الفرق الكبيره، حد عينه تقع عليه يختاره، اهله اللي بيتفرجوا عليه واصحابه بتاع بيتفرجوا اكتر في مباراه الاهلي والزمالك، كل دي دوافع عندهم. ولكن دوافع النادي الاهلي للبطوله وان هو يحسم البطوله قبل لقاء الزمالك، وكل دي الدوافع دي اكبر من الدوافع اللي المفروض تبقى عند لعيبه المقاولين العرب. يعني كابتن اسامه عربي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا دايما يا كابتن، بتمتعني بارائك الفنيه المحترمه يا كابتن. الله يخليك، متشكر لك يا عم. شكرا كابتن اسامه. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثانيه
مع نجم نادي الاهلي ومنتخب مصر الكابتن اسامه عرابي. نشوفكم دايما على الف مليون خير في حلقه جديده من حلقات الاهلي. ليله تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.